كما أطلق الرئيس عبد الفتاح السيسي الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان 2021، كان في تساؤلات كثيرة مطروحة. يا ترى الدولة الوطنية المصرية بمؤسساتها المختلفة هتلتزم بالفعل في تنفيذ هذه التوصيات التي عبر عنها السيد الرئيس في خطابه وفي الوثيقة التي طرحت في هذا الوقت بكل شفافية وبكل وضوح، ووضع لها موعد زمني للانتهاء من كافة الاستحقاقات التي طرحت؟ البعض شكك، لكن كل من يعرفون الرئيس عبد الفتاح السيسي يدركون أنه مستعد للالتزام بكل كلمة يقولها، وفي نفس الوقت السعي الدؤوب لإنجاز ما تعهد به. يمكن في ظروف في الوضع الاقتصادي تبقى صعبة علينا وحاجات بتيجي من بره أو من غيره، لكن عندما وضعت هذه الاستراتيجية بعد دراسات طويلة وعميقة والاستماع لكل آراء قوى المجتمع المدني، كان في يقين إن احنا هنطوي صفحة ونفتح صفحة جديدة. وبالفعل أفرج عن الآلاف من الذين كانوا تحت الحبس الاحتياطي، وأيضا بعض الذين حكم عليهم في بعض القضايا ذات الطابع السياسي وحصلوا على عفو من خلال لجنة العفو عندما قدمت تقاريرها إلى السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي. وكل فترة نلاقي مرة 600 مرة 700. النهاردة صدر توجيه من السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي بالإفراج عن 151 متهما محبوسا احتياطيا. النيابة العامة أصدرت بيان النهاردة قالت فيه أنه في إطار التكليفات الصادرة من النائب العام المستشار محمد شوقي لكافة نيابات الجمهورية بالمراجعة الدورية للمواقف القانونية للمتهمين المحبوسين احتياطيا، أمر النائب العام بإخلاء سبيل 151 متهما محبوسا احتياطيا على ذمة قضايا يجري تحقيقها. النيابة العامة قالت إنها يعني حصلت على تعهد من أهلية الطلاب وحديث السن بحسن متابعتهم والعمل على عودتهم إلى الطريق القويم. طبعا دي رسالة لكل من يعنيه الأمر، حتى الذين ارتكبوا أخطاء أو جرائم أو غيره أو غيره أو غيره صنفت في القانون هكذا، انطلاقا من حرص السيد الرئيس على مستقبل هؤلاء وانطلاقا من حرصه على الإفراج عن الكثيرين ممن تم القبض عليهم بالطريق القانوني من خلال النيابة العامة ليعودوا للاندماج في الوطن ويكونوا طرف أساسي في العملية التنموية في الدولة المصرية. كل ما نتمناه في الفترة المقبلة أن الناس بالفعل تدرك تماما أن هذا الوطن يحتاج لجهد كل إنسان، للشاب للكبير للسيدة للشابة. احنا لا نقلق من الاختلاف في الرأي، بالعكس أنا في تقديري أن الاختلاف في الرأي مهم لمصلحة النظام. لو ما كانش في معارضة احنا نخلق معارضة، لو ما كانش في رأي آخر احنا نسمح بالرأي الآخر انه يبقى موجود. ودي الاستراتيجية اللي اتكلم عنها الرئيس عبد الفتاح السيسي أكتر من مرة، قال انتقد كما تشاء، اختلف كما تشاء، ولكن لا يجب أن نختلف على الوطن. طول عمرنا، أنا شخصيا من يوم ما جيت من البلد من جنة في نهاية السبعينات عمري ما اختلفت مع المؤسسات ولا مع الدولة، اختلف مع نظام اتفق معه واختلف معه، مش حاجة اسمها معارضة على طول، مش حاجة اسمها تأييد على طول. احنا مش استنباط كده حط يبقى يعارض على طول، أي حاجة يعارض أي حاجة أيد، لا، في أمور تؤيد لأنها في مصلحة الوطن وفي أمور تعارضها أيضا من أجل مصلحة الوطن، مش من أجل حسابات شخصية ولا عشان بتناكف ولا عشان كذا ولا بتبص لبره، لا، بص لبلدك لتراب وطنك. المعارضة الوطنية مطلوبة بس تبقى معارضة وطنية. معارضة أو التشكيك في المؤسسات أنا بعتبره شخصيا خيانة. ما تشككش في المؤسسات،
اختلف مع ضابط مع فلان مع علام ماشي، بس المؤسسات اياك اياك والتشكيك فيها، لانه انت بلا وطن لا قيمه لك، انت ضعت، انت تهت. ياما بلدان شايفينها جنبنا ضاعت فضيعت اهلها. الناس دلوقتي في الشوارع مش عارفه تروح فين، اللي عايز يجي مصر، عايز يروح تشاد، اللي عايز يطلع مش عارف منين. البلد دي سبحان الله ربنا حميها دايما وكاتب لها الخير دايما، وحتى لما بتمر بظروف اقتصادية صعبة ربنا بينقذها. ليه؟ فيها من المخلصين ما يمكنه أن ييسر الأمر ويفتح الطريق. لازم تعرفوا يا أخوانا أن القائد الأعلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، وأنا بقولها كلمة حق، ربنا هيحاسبنا عليها، يتمنى أن يعمل كل حاجة كويسة للبلد. لكن وانت في البيت وانت رب الأسرة تتمنى ان ولادك يبقوا احسن ناس في الدنيا، لكن الظروف الاقتصادية بتاعتك ما بتساعدش. كذلك الحال الدولة المصرية بتواجه تحديات، بتواجه مشاكل، بتواجه أزمات. ده النهاردة لما قواتك تبقى في الصومال، أسلحة، غذاء، سكن، غيره. النهاردة لما يبقى قواتك على الحدود عشان تحمي أمنك القومي، عشان ما تبقاش بكرة زي غزة، عشان بكرة تبقى كل اللي انت عملته بينمو ويكبر. النهاردة لما يبقى عنده حكمة صاحب القرار، عنده حكمة وعنده انتماء وعنده غيرة ويتمنى يعمل اللي ما يتعملش. لكن دايما إدارة الأزمات فن ومهمة، والمصلحة الوطنية واجبة وأساسية، والدفاع عن قضايا الأمة ثابت من الثوابت. اعلنه الرئيس اكتر مره، احنا جات مرت علينا فتره ما كناش نتكلم على الامه العربيه، ولا مساله الانتماء القومي موجوده خالص على الاطلاق، ولا كاني مش معنيين بالموضوع. لكن اللي عارف قدر مصر وعارف ان دور مصر المحوري والمركزي، مصر قلب العروبه النابض.